وللوقوف عند شأن سوري ينضم إلينا عبر الهاتف يحيى مكتبي الأمين العام السابق للائتلاف الوطني السوري المعارض. سيد مكتبي مساء الخير، بداية نحب أن نسمع تعليقا على ما يجري من استهداف المدنيين في الرقة من قبل التحالف الدولي، تفضل سيدي. مساء الخير لك وللمشاهدين الأعزاء. بالتأكيد هذه الجرائم مدانة لأنها تستهدف المدنيين وهم الذين نصت عليهم كل القوانين الدولية لحمايتهم أثناء الحروب والنزاعات. الحقيقة كما ذكرتم ما يجري لأهلنا في الرقة وصمة عار جديدة في جبين الإنسانية. هنالك حالة كارثية مأساوية على الصعيد الإنساني، وقد تقدم السيد الأمين العام للأمم المتحدة بتقرير يشرح فيه الكثير من هذه التفاصيل. وأود هنا أن أشير إلى أنه ارتكب فقط خلال الشهر الماضي 28 مجزرة بحق المدنيين في الرقة، كان نصيب التحالف الدولي منها 14 أي النصف، والبقية توزعتها النظام وروسيا مع الأسف. لذلك نحن نطالب من جديد أن يخضع المدنيون إلى الحماية الدولية وألا تتداخل الخطوط ما بين الحرب على الإرهاب وداعش والتي نحن معها ونؤيدها، وما بين ضرب المدنيين و تشريدهم ووضعهم في حالة إنسانية كبيرة. طيب هذا سيد مكتبي هذا فيما يخص التحالف الدولي، ولكن ماذا عن دور الميليشيات الكردية تستهدف مدنيين وتستهدف أيضا بنا تحتية المدينة؟ هناك مثال على سبيل يعني المثال وليس الحصر، هناك أخبار عن استهداف المشفى الوطني في المدينة، حدثنا عن دور الميليشيات الكردية في ذلك. مع الأسف الشديد أيضا هم يقدمون إحداثيات عن قصد إلى التحالف الدولي تكون لمواقع مدنية وأيضا لمشافي، وهذا ما ذكرناه قبل أمس في لقائنا مع مجموعة من الدبلوماسيين والسفراء. الحقيقة المدنيون توازعوا بين ثلاثة نيران، نيران الألغام ومخلفات التي تركتها داعش من ورائها والتي يصاب بها المدنيون، وأيضا القصف الجوي الذي يقوم به التحالف إضافة إلى العمليات التي تقوم بها قسد ضد المدنيين. كان هنالك موجود في هذا الاجتماع مجموعة من أعضاء المجلس مجلس المحلي في الرقة، وطالبوا بفتح ممر آمن للمدنيين وأيضا عدم الاستجابة للإحداثيات التي تقدمها قسد لأنها كلها تصيب أو جلها يصيب المدنيين، وأخيرا أن يكون ما بعد مرحلة الانتهاء من داعش أن يكون الصوت والإرادة لأهل الرقة وليس لسواهم. طيب سيد مكتبي، استعادة المدينة هل يبرر هذه الكلفة البشرية؟ وأيضا إذا ما تحدثنا عن هذا الموضوع، يعني لماذا لا يصار إلى تدخل أممي لإنقاذ المدنيين هناك؟ الحقيقة هذه مشكلة كبيرة جدا تعاني منها المنظمة الدولية، يعني إذا توافرت إرادة فعلا لحماية المدنيين فهي لا تملك الوسائل اللازمة لتلك الحماية. اليوم الكثير من المشاهد في سوريا والمنطقة يلفها تجاهل وغض النظر عن كل الانتهاكات التي تجري للمدنيين وخاصة النساء والأطفال. عندما كان يمطر بشار الأسد المدنيين في حلب وحمص ودرعا وحلب وغيرها من المناطق بالبراميل المتفجرة ويقعون تحت الأنقاض ويتشظى وتصبح أجسامهم أشلاء، لم نسمع إلا أصوات التنديد والاستنكار التي لا تغني ولا تسمع من جوع. نحن عندنا مفارقة كبيرة جدا بين التصريحات والتنديدات وما بين الوقائع على الأرض الذي
عنوانها السماح الضمني لمن ينتهك المدنيين ويرتكب بحقهم الجرائم. طيب. ولم يكن هنالك في أي مرحلة من المراحل وقفة صارمة لوقف تلك الانتهاكات. يحيى مكتبي الأمين العام السابق للائتلاف الوطني السوري المعارض، شكرا جزيلا لكم.